صباح الخير لكل المشاهدين. شوية رياضة منا عاطلة أبدا، بالعكس رياضة كتير بتفيدكم. في إذا بدكم منطق شوي بنحكي فيه بسمعوا كتير يتداول، إذا بدكم بين العالم يلي عادة بكونوا بدهم يتمرنوا أو الناس يلي بدهم يبلشوا بروجرام رياضي أو الناس اللي ما بيتمرنوا أبدا حتى، بيقولوا لي أمين نحن كل نهار عم نشتغل ونوصل على البيت هلكانين تعبانين ما قلنا خلق نعلي إيدنا، كمان بدنا نروح نعمل رياضة نتعب حالنا؟ أنا هون بجرب دايما أشرح إنه هذا مفهوم خاطئ جدا، لأنه بعد كل نهار العمل بعد التعب الجسدي والتعب الفكري لازم تعملوا رياضة كرمال تعملوا إذا بدكم فاين تيونينج للعضلات تبعولكم، ترجعوا العضلات تبعولكم، تقووا العضلات تبعولكم كرمال ليفل أوف إنرجي عندكم يعلى، كرمال تاني نهار تروحوا فرش على الشغل، كرمال عضلاتكم يقووا وتصيروا عم تشتغلوا أو عم تواجهوا نهار العمل تبعكم بطريقة أقوى، بجسم أقوى، بعضلات أقوى. مشان هيك أبدا ما لازم نقول إنه نحن منجي تعبانين وما بنعمل رياضة، حتى لو كنا تعبانين لازم نخلي العقل شوي يتحكم فينا، لأنه بالنهاية شو رح نصير؟ رح نجي كل يوم رح نعمل نفس الترند، رح نقعد على الكاوتش، وهيدي كتير من الشباب مشكلة بيوقعوا فيها، وبعدين بصير عندهم مشاكل كتير، حتى مش بس مشاكل جسدية، مشاكل على بالاجتماعيات تبعولهم، وبيوصلوا على البيت بياخذوا الريموت تبع التلفزيون بيقعدوا على الكاوتش وبيرخوها، وهي شغلة مش منيحة لإلكم. مشان هيك نصيحتي دائما فكروا تحطوا بروجرام رياضي بنهاركم. رح ننتقل للصور اليوم يلي بدنا نحكي فيها عن عضلات الشولدرز. على اقصى شمالي انا للصوره بنشوف عضله رقم 1 رقم 2 من مجموعه العضلات دلتويدز اللي مؤلفين من 1 2 3 ثلاث عضلات، ميله اماميه ميله خلفيه وميله من الوسط. على اقصى اليمين بنشوف العضله نمبر 2 اللي هي ميله الوسط، ونمبر 3 اللي هي من الميله الخلفيه، هن ثلاث عضلات 1 2 3 مع الاسامي تبعولهم لتعرفوا نحن وين عم نشتغل وين عضلات الدلتويدز بكونوا. رح انتقل للصوره اللي بعدها يلي بتحكي عن الروتيتر كاف كمان بنفس الطريقه. اول صوره من الميله الاماميه على اقصى شمالي انا، من الميله عمالة اليمين يميني انا، كمان من الميله الخلفيه للعضله، هن ثلاث عضلات اساسيه، بعد في عضله ثالثه رابعه للروتيتر كاف، ولكن لتعرفوا الروتيتر كاف شوفوا كيف عضلاتي بيجوا بالعرض، شغلتهم الاساسيه يثبتوا الكتف بمحله، وهيدي اكيد مشن كتير مهمه لاستابيليتي تبع الشولدرز تبعنا. على كل حال خلينا نبلش بحركات كتير هينه مع دمبل كتير خفيفه، مش ضروري يكون عندكم وزن كتير ثقيل، لازم تعرفوا انه لما تبلشوا التمرين تبعكم لازم تكونوا بمحل عم تقدروا تعملوا ليفتنج وتكملوا السات تبعيتكم بطريقه كتير منيحه. من هون lateral raise front raise دمبل بالطول كمان slowly الحركة we go for more، معدي مشدودة إجرية على مستوى الكتاف، ركابة مطعوشين شوي على مهلي دايما عم بتنفس let's do it. هيدا الفاين تيونينج اللي عم بحكي عنه، مثلا بكره رح يكون عنا تمرين كتير حلوه كارديو فاسكولار تريننج، بنكون عم نكمل كل الكومبوننتس تبعولنا، تو مور تو جو، وان مور، بيرفكت، سويتش بياخذ نفس عميق، فضي من هون كمان lateral raise بعدين front raise lateral front lateral front. سرعة معتدلة دايما ميلي للبطء، posture صحيح، ما بكون عم أدي الحركة أنا وهيك أو أنا وهيك أو أنا الله بيعلم كيف، مشان هيك لازم وضعية جسمي تكون جالسة بديناميك بستاتيك بوستشر كثير صحيحه قبل ما بلش الحركه اكيد. تو مور وان مور اوكي عظيم. انتقل للباربل اوفر هيد بريس كلتشر، بياخذ الباربل بطريقة صحيحة
من هون لعلي الباربل اوفر هيد بنزل لهون وبطلع 10 مرات 2 معدي مشدودة 3 اوفر هيد 4 5 6 7 8 9 10 I go for two more 1 و2 على مهلي باربل على جنب بنتقل لكمان مرة لاتر الريز ولكن بأداة مختلفة بأكسسري مختلفة قديش الرابر باند مهمة لإلكن النهار بتحسوا حالكن كثير تعبانين مش قادرين أبدا تتمرنوا مش ضروري تروحوا على الجيم وتعملوا بركي البروجرام إذا كان قوي يلي محددينه لهيدا النهار بالذات مش هناك فينا دايما نعدل تحسوا حالكن تعبانين اسمعوا للجسم تبعكن ما تكونوا كتير أبساست تكونوا أبساست إنكم تروحوا تتمرنوا بس مش إنه دايما تعملوا تمريني ممكن تأذيكن منروح على الجيم نعمل فاين تونينج نرجع تاني نهار بانج أقوى كتير على الشغل تبعنا Let's go من هون 1 2 3 4 كمان 5 6 perfect 7 8 9 10 switch رابر باند عم تكون من ورا ظهري دايما رابر باند كل ما طولها كل ما تزيد ريزيستانس او كل ما قصرها كل ما تزيد ريزيستانس بلعب الريزيستانس بالطريقه بتتناسب مع كل واحد منكم من هون اي جو 1 2 3 كمان معدي مشدوده دايما 4 5 6 7 8 9 و10 بيرفكت برجع لنعمل اوفر هيد بريس ولكن بايد وحده 90 ديجري انجل من هون رح اعمل مع روتيشن اب لفوق 1 بنزل لهون 2 3 4 معدي مشدودة 5 6 7 8 9 10 2 more 1 and 2 and 2 perfect اللي عم بيشتغل على مهله هلا معي اكيد عم نحس بالعضلات كيف عم تتفاعل مع الحركة اللي عم نشغلها بنتقل لهون دائما ركابي مطعوشين بهالشكل ايدي من هون معدتي دايما مشدوده منيح مع روتيشن لفوق 1 وان ارم اوفر هيد دمبل بريس مع روتيشن 4 5 6 7 8 9 10 2 more and 1 more perfect باخد دمبلز اتقل شوي ايدي على جنب على الخصر من هون 90 ديجري انجل بايدي 90 درجة انجل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 more 1 and 2 and 2 مشاهدينا هيدي كانت فكرتي لليوم انا رح اشوفكم قريبا مثل العاده بتمنى عليكم دايما تقوموا على الكاوتش until that time get fit stay fit